لنا ثلاث وجبات، صعدت يدكم طلع كلها وجبه. معلش بابا كده يجي يتغير. ما عنده قدره على تحمل المسؤوليه خليه يقعد ببيته. طبعا الغرامات هذا فد عالم ثاني، هذا مزاج صاحب الموظف المكلف. ماكو شيء اسمه غرامه اصوليه متفق عليها. هذه الغرامه اجازه البناء والكابسات والقراجات والابتزاز في المزادات. اذا مو النسبه تطلع 99% كل اجازات البناء تاخذ عليها رشوه. هذا المواطن من يقعد يشوف رئيس الوزراء يحكي على مكافحه الفساد، وهو الصبح جاي موظف البلديه وماخذ منه رشوه على اجازه البناء، يضحك لو ما يضحك؟ يقول ايش يحكي رئيس وزراء يا مكافحه فساد؟ لو هذا المواطن اللي راجع دائره بلديه وما تمشي معاملته الا يخليه لفت ايش كم مرقه بالجراره، يقتنع او يثق رئيس وزراء يتحدث يقول انا برنامجي مكافحه فساد؟ لا. السلام عليكم. اجتني رسالة هي غريبة وتقود إلى قضية رأي عام، ويمكن هواية من الناس عانوا من نفس القضية، وأكو مناطق كلش هواية يعني مئات الدونمات صودرت وتقسمت من قبل سين من الناس. الرسالة تقول بعام 2021 تم فسخ عقد الأرض المرقمة هلقد، مقاطعة هلقد تاجيات والعائدة إلى وزارة الأوقاف الشؤون الدينية سابقا والمسيطر عليها الآن هيئة استثمار أموال الوقف السني. علما يقول أني كنت أسدد الإيجار لنفس السنة وكان والدي مستأجرها من 1970، يقول حتى حولها من أرض بور إلى بستان مثمر، وهذه الأرض هي 10 دونمات، يقول تحيط بأرض والدي والمرقمة هلقد في نفس المقاطعة ومساحتها 18 دونم، يقولوا هي بستان بما معناه أنه بستان والدي محبوسة من قبل أرض الأوقاف. التجأت إلى المحاكم المختصة لكن دون جدوى، لأن كانت هناك فقرة بالعقد تقول أنه من حق الهيئة استرجاع الأرض وفسخ العقد، ولكن يقول أنا التجأت إلى المحاكم حتى أطيل الوقت حتى ألقى صورة حل الأرض. يقول بالمناسبة هذه المشاكل صارت وقت رئيس ديوان رئيس الديوان الوقف السني سعد كنبش الله يرحمه، يقول حيث منح الأرض إلى جمعية وهمية أعتقد اسمها كذا للرفق بالحيوان، وأني غير متأكد من الاسم. يقول الغاية من فسخ عقدي وإعطائها إلى شخص ضمن مجموعة سماسرة حتى يقطعون علي الطريق ويجبروني على بيع البستان الملك الصرف بأرخص الأثمان. يقول رحت إلى النزاهة، رفعت دعوة محكمة النزاهة وما قصروا أبد، فصلت وسجنت من دائرة الاستثمار بالوقف السني. يقول أخليت ذمتي من أرض الأوقاف وسلمتها إلى المستثمر، حيث قام بعد فترة وجيزة هنا القضية بتقطيعها وبيعها بالباطن. سنة 2022 قمت بتثبيت حدود البستان هلقد وطلبت لجنة من المساحة العامة ودائرة التسجيل العقاري وهيئة استثمار أموال الوقف السني لأنها مجاورة لبستان والدي، احنا قلنا هذا على مود يقطعوا له. يقول ثبتنا الحدود لكن بدأ المستثمر الجديد بإرسال أشخاص ورفع أوتاد الدلالة لادعاء أنه هذه الأرض
أرض أوقاف واستحوذ عليها، وفي كل مرة نذهب إلى مركز الشرطة ويحل الموضوع بالتراضي. بعد كم شهر يعيد الكرة. هذه القضية وين تودينا؟ تودينا إن شقد أراضي تم مصادرتها وأراضي تم الضغط عليها أن يأخذون الأرض اللي قبله ويقطعون عليها الطريق، وبالتالي يبقى على قولة المرسل محبوسة. أيضا الآن أكو قضية منظورة بالنزاهة لنفس القضية، همينة أرض وشارع مقطوع إلى آخره. يمكن ما يحتاج أذكر السيد رئيس الوزراء أنه بعض الأشخاص في أوقات سابقة كم سنة صادروا أراضي وأراضي مهمة في بغداد، هسه ما نحكي على المحافظات، في بغداد قطعوها على 200 200 وباعوها واللي يحكين. يعني أنا بصراحة هالأبطال المرور واللي قاموا بهذا العمل الإنساني جدا ما أعرف شو أسوي لهم. الإيد تنباس قليلة، يتكرمون قليلة، ينطون قدم نعم، وأتمنى القدم يجي من السيد رئيس الوزراء وبعد تنفيذ السيد وزير الداخلية، لأن هذه مو أي واحد يسويها. لما يغسلوا له، ويمكن إذا انتبهتوا على لقطة الشرطي ينزع الكاسكيتة مالته ويمسح وجهه عرض لي الفيديو أستاذ إدريس، يمسح وجهه بالكاسكيتة، والآخر يروح يركض يجيب بطل مي ويجي يغسل رجليه. وهذا هاي هنا هي قمة الإنسانية. شو تريد نوع الإنسانية أكثر من هذا؟ هو المشكلة الرجل المسن واللي قاعد على الكرسي المتحرك وقع بنهر الشارع، أكو ساقية وقع بيها لا يقدر يطلع نفسه، وبالتالي تلاحقوا له الأخوان بالمرور العامة. وأني بالنيابة عني وعن فريق عملي أشكرهم ودعائي لهم، وبعد أما بقية التفاصيل الإدارية فهم يتكفلون بهذه. تفضل باعوا، نزع الكاسكيتة ومسح وجهه. كاسكيتة عنوان شرف، مسح وجهه للرجل الكبير المحظوظ بهذول الناس. يعني لما تكون في منصب رفيع، أرفع منصب بالدولة، وتروح ضيف إلى دولة أخرى، رئيس الدولة ذيكي يستضيفك ويستقبلك، وتكون أنت بمقام رئيس الدولة. اللي أريد أقوله
بالبطولة كأس العالم السابقة اللي صارت بقطر، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هو تعرفون الراعي لكأس العالم، وهذه الصور كان يلبس اللاعب ميسي البشت القطري وأيضا سلم كأس العالم. أنا اللي أريد أنوه عليه، تعرفون في بلده، في بلده ومعرف في بلده ويلبس الباج التعريفي، إيش قد يحترم بلده وإيش قد يحترم قانون بلده وإيش قد يحترم ضيوف بلده. كررها وين تفضلوا هذه الصورة، هو وسمو الشيخ جواهر في باريس بين الناس، هو أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني بين الناس يرتدي الباج التعريفي، وأيضا سمو الشيخة ترتدي الباج التعريفي، إيش قد متصالح ويا نفسه. هسه ها هاي الصورة أيضا أنا أريد أبسمر، كان من الممكن يخلي 10 و20 واحد ورا يشيلوا له الشمسية حتى لا تمطر عليه، مثل ما بعض المسؤولين يسووها يمشي ولازمين الشمسية وراء، لكن هو بمساعدة الشيخة جواهر لبست المعطف النايلون، وأيضا هو لبسها المعطف النايلون وكملوا البطولة اللي هم مشاركين بيها. وطبعا أبارك لهم الفوز بال يعني وصلوا إلى مراتب متقدمة بالكرة الشاطئية وحلوة. طيب هل يعلمنا درس سمو الشيخ تميم؟ نعم يعلمنا درس بأن تكون متصالح ويا نفسك، بشوش أمام الناس وأمام بلدك، لأن أحيانا ترى الشعب عينه على رأس الدولة يشوفوا إذا هو غضبان إذا أكو شيء، أما إذا هو مبتسم فأشياء أخرى وطاقة إيجابية. أنا أشكر سمو الشيخ تميم على بث الطاقة الإيجابية، وكذلك طبعا سمو الشيخ جواهر آل ثاني. خلوا نروح إلى أستراليا، من باريس إلى أستراليا، الدكتور فالح فرانسيس ويطلق كتابة للجمهور. مرحبا وشكرا على الاستضافة. كتابي رحلتي مع الطب والرياضة هو الطبعة الثانية من كتاب الأول اللي طبع في العراق في عن طريق اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بواسطة الدكتور هادي عبد الله مدير الأكاديمية الأولمبية. كان هذا الكتاب الأول هو عبارة عن مجموعة من المقالات التي كتبتها وأنا في ملبورن أستراليا عام 2016 في جريدة العراقية، حيث طلب مني الأخ رافق العقابي الإعلامي المعروف أن أكتب هذه المقالات لجريدة العراقية الصادرة في سيدني. وعند جمع هذه المقالات حوالي 18 مقال أرسلها الأخ رافق إلى بغداد ليستلمها الأخ هادي عبد الله، فقررنا أنه نطبعها، طبعت بواسطة الأكاديمية الأولمبية في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية. بعد حوالي 7 سنوات شفت أنه الكتاب ناقص، لأن أنا تكلمت بالطبعة الأولى عن فقط نشاطي الرياضي كطبيب رياضي وطبيب المنتخبات الوطنية العراقية خلال الثمانينات. رياضي وطبيب المنتخبات الوطنية العراقية خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، فأضفت حوالي 12 فصل ورتبت الذكريات على شكل مراحل في
مراحل السنوات الستينات ثم السبعينات ثم الثمانينات والتسعينات وأخيرا الألفية الثانية، وتم طبع الكتاب في إحدى المطابع في مدينة ملبورن الأسترالية. شكرا جزيلا مرة ثانية للاستضافة. تحية. واني اشكر طبيب المنتخبات العراقية لسنين طويلة الدكتور فالح فرنسيس. الضباب الإلكتروني قضية مهمة جدا، زائدا التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطور السريع. هذا التطور اجت وياه هواية قضايا سلبية اريد اناقشها ويا الاستاذ عقيل الشويلي رئيس تحرير جريدة كل الاخبار وايضا الخبير في التسويق عبر مواقع التواصل. تحياتي. اهلا وسهلا بكم استاذ. شنو الضباب الالكتروني؟ مجموعات بشرية مدربة ومنظمة تعمل ضمن اجندة، يعني في جميع بلدان العالم او اغلب بلدان العالم، يعني تساند القوات الأمنية، تحفظ أمن الدولة، بث الإشاعات، بث الدعايات، ويتم تسويقها. لكن في العراق في بلدنا العملية مختلفة تماما. العملية السياسية أو الصراع السياسي أنتج جيوش إلكترونية قد تستخدم لكتلة معينة، قد تستخدم لوزير معين، حتى لأفراد، قادة أفراد. وصل الأمر إلى ألقاب رئيس عشيرة أو رئيس نادي أو مدير مدرسة. وبدت هاي الصراعات تتناقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدت يعني تسقيط يعني الأجهزة الأمنية لازم يعني تكون مواكبة لهذا الحجم. شلون يعني مواكبة؟ يعني هو عذرا الضباب هذا شي يسوي؟ شلون يستخدم؟ يستخدم عنده أساليب، يبث الأشاعات عبر شنو؟ عبر مواقع التواصل، عبر منصات إعلامية تكون من الخارج ومن الداخل يستخدموها. يعني شلون يستخدموها؟ من خلال يسوق نفسه. شوف استاذ فاق، حتى المواطن يعرف، حتى المشاهد يعرف. هي تشترى عبر مواقع إلكترونية، تشترى عبر مساحات، عبر بطاقة ماستر اللي هي الدومنت. اي طبعا الدومنت. هذا الدومنت شلون يشترى؟ عبر البطاقة. انت عندك بطاقة إلكترونية او عبر يعني عقد قانوني موثق، مثلا عبر السيلفرات. هذا السيلفر يكون تشتري من عنده مساحة وتنشأ أي موقع وتشتري دومينت اللي هو الماركة أو اسم، ومن خلال هذا الاسم أنت تبث الإشاعات أو تستهدف الناس اللي تريد تستهدفهم. وهم حكيت لي على قضية استغلال الزوار اللي يشترون سيم كارت ينطي اثنين. اللي شيء اجت عندنا، مثلا احنا عندنا الزائرين، احنا زائرين اجوا هنا زوار عندنا لعتبات مقدسة، سائح، شو اسوي اني؟ اشتري مثلا، يشتري من عنده، ينطي لي جوازه، اني شو استخدم من عنده؟ استخدم مكان ما بيع لي سيم كارت، استخدم هنا اللغه، ابيع لي فد ثلاثه سيم كارت اسجلهم باسمه. هو ما يعرف، انا هو ما يعرف، راح انطي السيم كارت الاول واثنين سيم كارت المسجلات باسمه، راح ابيعهم لجيوش الكترونيه تستخدمها عبر الواتساب. وهكذا العملية عندما أنت سافر خارج العراق، ممكن أنت هنا تنتبه كم سيم كارت راح تشتري، أو تنتبه ما تنطي البطاقة مالتك الشخص تنطيها. ما معقولة كل زائر راح يكون ويا مترجم هنا؟ طبعا شلون؟ هنا هو الاستغلال. هنا المفروض أكو مثلا تحديد، مثلا الجواز السفر فقط سيم كارت واحد، ما لحق يشتري سيم كارت ثاني. هاي واحدة من الشيء الثاني، الأجهزة الأمنية قلت لك لازم تواكب. يعني أنا متأكد لولا وجود حاضنة أمنية لا يمكن أن الضباب الإلكتروني ينتشر. صح، راح أشرح لك شلون الحاضنة الأمنية تكون. يوهم الأجهزة الأمنية، يوهم، ممكن يوهم القضاء. يعني تدري يعتمد على الوثائق ويعتمد على التقارير. أحد زملائنا اجى تقرير، يعتمد على ضابط التحقيق. ايه؟ شو يكتب ضابط التحقيق؟ صح، اجى تقرير من الامن الوطني بان يابي انت رقمك مربوط بالدومينت، وهذا مو جريمه. اليوم اني اكره استاذ فائق، اكره فلان، اجيب رقمه اخليه عبر من؟ عبر المواقع التواصل اللي هي الجيوش الالكتروني او الضباب الالكتروني. هاي مو جريمه،
الجريمة أنت إذا استخدمت الماستر حتى تمول أو تشتري الدومينت، إذا استخدمت أنت الماستر حتى تشتري مساحة، إذا استخدمت فالدومينت والشغلات الإلكترونية اللي تشتري الأرشفة الاستضافة طبعا الاستضافة الأرشفة الإلكترونية التعاقد استخدام الماستر الترويج التصعيد الإلكتروني ضبط الأجهزة عندك أنت أجهزة إذا كنت أنت صعدتها من خلال الإنترنت وتجي الجهات الأمنية وتضربك وتمسكك أنت من هاي الأجهزة وتحدد مقامك المكان مالتك مع وجود الأجهزة طبعا مو افتراء. اليوم الأجهزة الأمنية مع الأسف بعض ضعفاء النفوس ينطون تقارير كاذبة، وأنا اتصل بي من خلال مقال أوجه شكر للأستاذ أو لمعالي وزير الجهاز الأمن الوطني، وكذلك أوجه شكر وتقدير تحياتي للأستاذ معالي البصري، أوجه شكر وتقدير لمجلس القضاء الأعلى أستاذ فائق زيدان، وكذلك رئيس الإشراف القضائي أستاذ ليث القاضي ليث أرسل علي يعني عدة مرات حتى يفتهم من عندي ناقشوا أو من في هذا الموضوع وانطيت حلول وانطيت شلون تتعرف الجريمة الإلكترونية من خلال الجيوش الإلكترونية. تعرف أستاذ عقيل خليني شوي أرجعك على مهام ضابط التحقيق مع الأسف طبعا وأقول البعض ما أحكي عن الكل، يعني أنا شاهد قضية وبقيت أتابعها في وحدة من مراكز الشرطة، ضابط التحقيق إجتي شكوى من مبتزة تريد تبتز طبيب تجميل بالتعاون ويا ضابط التحقيق. ليش؟ ضابط التحقيق صديق أختها بعد الكارثة، صديق أختها، فمشولها دعوة ومشولها شكوى وظل محافظ على هذه القضية ينضرب بيها طبيب التجميل ويصعد. من تنترك الدعوة متروكة شو يسوي؟ تعرف بما أنه ملف متروك دعوة متروكة من يجي يراجع محامي الطبيب التجميل شو يسوي؟ يتصل بأخت هذه البنية ويتصل بالبنت تعالي فعل الموضوع. ومع العلم أنه نقابة الأطباء برأته وتفاصيل كثيرة، لكن شوفوا لعب ضابط التحقيق. وأنا أوجه كلامي صراحة إلى السيد وزير الداخلية والسيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وأيضا الأخوان حتى في بغداد والمحافظات لأجل حفظ الناس. هنا ترجع جنابك من حكيت على قضية فساد الحاضنة الأمنية. استاذ فاق اليوم ما عاد ذاك الضباب الإلكتروني أو الجيوش الإلكترونية يهاجم أو يلمع، تدري المناصب بالعراق مناصب بها امتيازات وعليها العين ويعني مو اغلب بعض المناصب هو ما جاي من التكنقراط، فحتى يحافظ على المنصب مالته ينشئ هذا الجيش الالكتروني. اليوم بالجديد ما عاد فقط تلميع وينشئ، لا ممكن انا اليوم اتكلم بوضوح على سين من الوزاره او صاد، هذا شو يسوي؟ يسوي صفحه ينشئها باسمي ويسوقها باسمي ويستهدف جهات قد تكون رموز دينية قد تكون شخصيات يعني محترمة، وبالتالي يرسلون عليك الأمن الوطني أو ترسل عليك الجهات القضائية، ولكن هنا علي من مستنده أول شيء ماكو فالسند، المفروض ترسل عليك تفتهم من عندك مو أنت كمتهم. صحيح هو لك هو أنت سقدتني لعملية أو قضية مهمة جدا. هنا الأمر متقسم ما بين الأمن الوطني للاستخبارات عملية تخادم زائدا المخابرات إذا جاز المخابرات إذا كان الموضوع له علاقة بالخارج، بما أنه ضباب إلكتروني إذن من الداخل ومن الخارج بصفتك خبير بالتسويق وأيضا خبير بالتعامل مع هالتفاصيل، كيف المواطن؟ أنت حضرتك قلت لي قبل شوية قلت انه لازم يحذر المواطن لما ينطي جوازه او ينطي هويته، طيب شو يسوي؟ سيم كارت يطلبون التفاصيل من عنده، شلون؟ شوف استاذ فاق
أنا ذكرت لك يحافظ على البطاقة مالته. شلون؟ يحافظ ما ينطيه. هسه بعض المواطنين ينطي الصديق أو ينطي لابن عمه، هكاي بطاقة استفاد منعتها خارج العراق، ممكن يشتري مساحات، ممكن يشتري سيرفر هنا ويجي هنا يقسمه، مو راح يصير الرموز يمه، راح يقول له أنا سوقت. هذا ما يعرف منين السوق، بس بالأرشفة توجد بطاقته، يقولون فلان ابن فلان صاحب البطاقة المرقمة هالقد الما هو اللي اشترى السيرفر هذا. هنا راح يكون مساحات، المساحات هاي السيلفر صراحة عملية خطرة، مثل عندك قطعة أرض عدة دوانم وبالتالي تقسمها، تقسمها إلى مشتملات، تقسمها نعم تقسمها إلى بيوت سكنية، إلى وحدات شقق، هاي هذا يعني عملية خطرة. هنا يحتاج الدولة أو الحكومة ترسل على ناس خبراء، ترسل على صحفيين. اليوم الصحفي ايش ينتظر؟ ما عنده دخل مالي يستخدم من ضمن هذه، يقول لك أنا أريد أعيش. من تستخدمه؟ الكتل السياسية تستخدم الصحفيين لكتابة مقالات مدفوعة الثمن. صح. فاليوم اليوم الجيش الإلكتروني يعني أو الضباب الإلكتروني خطر، لازم الدولة تخصص له أموال، ولازم تخصص دورات، ولازم نقابة الصحفيين أو شبكة الإعلام العراقي أيضاً لازم تخصص مفهوم، أو يصير عملية ميثاق شرف، لان الضمير والله هو والله الرقيب. الموضوع اكبر في هذا من ميثاق الشرف. انا اتمنيت يصير يعني وقت كافي حتى ابدي اشرح الكثير ان شاء الله، والوقايه منها ان شاء الله. شكرا لك بصراحه، لفتت نظري الى قضيه مهمه جدا، وان شاء الله نبقى كل حلقه نسولف بهذا الموضوع حتى مع جهات مختصه ومع حضرتك استاذ عقيل الشويلي. انا ممنون منك. شكرا لكم. شكرا. شرفتني. شكرا. شكرا جزيلا. ويا ساعه التاكسي ايش عندك استاذ؟ انا اقول لو مثلا على الدوله يعني تهتم بالفقير. شلون يعني تهتم بالفقير؟ مثلا مثلا جيراني مثلا اربع موظفين يستلمون اربع رواتب، مثلا انا ما عندي راتب، تمام، فهم ياكلون ويشربون ويلبسون، وانا يعني بصراحه انا وجالب عليهم. فاني عندي راي يعني اقتراح كلش بسيط، وهو يعني من دولة رئيس الوزراء يعني إن شاء الله وما يقصر، أريد يعني يسوي فد لجنة من كل شيء، يعني من جميع ال يعني شنو نوع اللجنة هاي؟ يعني من التخطيط أن يجون على بيت اللي ما عنده راتب، اللي ما عنده موظف، اللي ما عنده تقاعد، اللي ما عنده يعني رعاية، ما عنده نهائيا. أنطي يعني فد ورقتين شنو اقلها انا من تصير عندي ورقتين $200 اروح مثلا اشتري لي صندوق افخاذ، اشتري لي لحم، المهم يعني اهلي تمن شيء تمن تعيل نفسك، اهم شيء اهلي ماكلين يعني دا ياكلون، اشتغل ما اشتغل انا عندي اهلي دا ياكلون. هو مع الاسف اكو هذه الرعايه الاجتماعيه بصراحه رواتب ما تسد يعني كلش بسيطه. قطاع الخاص يعني انا ساي سياره مثلا مال ولد، انا دا اطي عليها يوميا 25 يعني بصراحه، وفوق ال 25 بنزين عليه يعني اطلع لي يوميا 10 ويا هاي الازدحامات هاي يعني لو ينظر لها رئيس الوزراء والله بيت اشوف منو اللي ما عنده يعني متقاعد، اللي ما عنده موظف، يعني ولو بالعافيه عليهم الموظفين هم يعني هم جابوها بتعب، احنا من عنا عليهم، بس نريد الدوله هم عنا علينا، احنا اللي يعني كلش تعبانين. انتوا كم واحد بالبيت؟ والله احنا تقريبا يعني اني جهال اثنين عدي وزوجتي واني يعني الحمد لله، بس عدي اهلي وياي يعني انا هم منطل امي وابويا الله يحفظهم يعني الحمد لله يعني دلمه. زين دقيقه شلون مدبرها انت؟ اولا بالتاكسي كل كروه لنفترض هسه وياك متفقين خلينا نقول على 7000، تمام، بس اني انكبس على قلبك تقريبا 3 ساعة ساعة وربع، وغيرها عدا استهلاك سيارتك استهلاكك انت، زين شلون مدبرها؟ الحمد لله وشكر يعني ما طول دا، المهم دا اشتغل احسن ما قاعد ادبرها يعني والله شلون مثل ما يقولون اكو شغلات يعني اجلها، عندي خط مال بدي هم شويه هذه يساعدنا بالخط ما اعطيها كلها، شويه المصرف منه هم اخذ بدي. نجي على الازدحام، الازدحام اشوف انا كل السهل يعني القضاء عليه شلون كرأي الشخصي. يلا يعني نقول الوزارات المهمة الصحة المالية هاي خليها الصبح، وباقي الوزارات اخلي البصمة ورا الثلاثة للدعش بالليل. ايش راح يصير عندي هنا؟ ابو السنك ما راح يعزل، ابو جميلة راح يفتح، ليش كلها وجبة واحدة بثلاثة كلها تطلع والازدحامات والهوسة والدنيا؟
أنا أشوف هيك لو سووها مثلاً، وبنفس الوقت العالم هم راح تقدر وراء الظهر اللي عنده معاملة اللي عنده، بس تبقى شغلة شغلة النساء الموظفات يعني بعد يرضون ما يرضون، بس أنا أشوف البصمة فد دارتي يعني. أقسم لك على 10 والله هذا اقتراح يعني، ولو أنت ما قصرت الجسورة رئيس رئيس الوزراء الجسورة سويته وما قصر، بس بالله الكريم لو 3 وزارات تخلي والباقي البصمة والثنتين بثلاثة للدعش راح العالم بعد تطلع، أنا أشوف بعد ما حد يعزل يعني دائرتين مهمة اللي هي الصحة والمالية تمام، هو بعد تعرف المصرف، فأنا أشوفه واي راح هي تجربة أنا أشوف والداخلية تجربة. تقسم دوامها بالضبط، والدفاع تقسم دوامها، تصير الحياة سعيدة أنا أشوف تصير حياة حلوة. والله لي أول مرة أنا أسمع هيك. والله استعداني يعني قلت لك تمنيت ألتقي بيك يعني وحدي وصل خدمتك أنا ممنونك عيني استاد الله يحفظك أشكرك. لا بالعكس يا استاد. حبيبي استاد أنا أشكرك جدا لأن أنت رمز يعني من رموز وعلم من أعلام. تحياتي لسائق التاكسي ومقترحة كلش معقول هي قضية تقسيم الدوام أن يكون صباحي ومسائي. السلام عليكم. أكو شغلة كلش مهمة لازم ننتبه لها، أنا ممكن أسميها كارثة جاي يسووها بعض أصحاب الجراجات. هسه إحنا جزنا من سالفة 5000 ياخذها جراجية رغم انه هي تسعيرة 3000 وكوبيهم ياخذ 4000، وجزنا من سالفة تطبق سيارتك بالجراج تجي تلقاها على الرصيف ما تدري مشخوطة ما تدري مكسوص لها وصل، لان بطبيعة الحال اذا انقص الوصل يشيله حتى لا تحكي عليه وتقول له انا السيارة يمك شلون قص لها وصل. اكو جراجات تطبق السيارة يمه ينطيك وصل الاسم الموجود على الوصل يختلف عن الاسم القطعة الموجودة بالجراج. مثلا لا يعني على سبيل المثال الجراج مكتوب جراج الحارثيه، تجي الوصل تلقى مثلا جراج الزيتون جراج الشعب، هاي اذا صار شيء على السياره من تجي تحاسبه قال لك هذا مو جراجي، او مثلا تريد تبلغ عليه يابا جراجيته 5000 وقال لك والله هذا مو وصلي انا ما انطيك وصل انا هذا اسم الوصل مالتي، او لا سامح الله ما لقيت سيارتك ايش تلزم من عنده تجي وقال لك هذا مو الوصل مالتي. هاي لازم ينتبهون لها المسؤولين المعنيين بالتحديد، لازم يدققون وراها لازم يشوفوها على اساس انت اسم الجراج مالتك اسم والوصل اللي تطل للناس اسم ثاني. طبعا الف تحيه للزميل الاعلامي الكبير ومقدم البرامج والمذيع استاذ صادق الشمري. شوفوا لفت نظرنا الى قضيه الجراجات. الجراجات كنا نعاني منها، الجراجات الرسمية زائدا آلاف غير رسمية، جهات معلنة هي تشرف على هذه تريد تجي تروح على فرضا مول الحارثية تطبق بفرع من الفروع يجيك واحد جيب زين جيب هذا الشارع مالك. هاي الشوارع تابعة إلى أمانة بغداد والوحيد اللي يصرف بها أمانة بغداد. أنا تعرفون المن ألوم في كل هذه القضايا في بغداد والمحافظات، ألوم القوة الماسكة للمنطقة، لأن على ما يبدو حصص واتفاقات ألزم لك ظهرك بس بالمقابل تطيني إذا بجراج لما يأخذ 5000 ويأخذ 4000 ويأخذ 3000 ليش يابا ليش 3000 دينار أنطياني للجراج إيش معنى؟ لكن من تجون طبون في تفاصيل أبو الجراج تلقون عنده مظلومية لأنك هواية هواية متقاسمين وياه من ضمن الجهة الماسكة للأرض والجهة الأمنية وجهات أخرى مبالغ كبيرة ترى مبالغ بالمليارات هذه شهريا تطلع هنا. وين نرمي الكرة؟ الكرة بقوة الدولة. الدولة تكون قوية والأجهزة الأمنية تكون قوية وما تشكل حاضنة لهذولا وغيرهم، واللي تحدثنا ويا أستاذ عقيل الشويلي على هذه القضايا نروح ونرجع نركز في نفس السالفة الحاضنة. داعش ما كان انتشرت لولا وجود حاضنة. الحاضنة مهمة، وأني بصراحة أرجع وأقول أحيي الأخوان بالأمن الوطني، أحيي أستاذ أبو علي البصري، أحيي الفريق ماهر وكيل وزارة الداخلية شؤون الاستخبارات، الأخوان بالأجهزة المخابراتية عندنا
جهاز المخابرات المحترم، وبالتالي قضية مهمة جدا كون نقدر لها. طبعا الداخلية أنا ما أستثنيها لأن هي أيضا راعية إلنا. رعونة وعدم ارتداء الحزام. الرعونة من أبو السيارة البيضة، ويضرب هذا الرجل الآمن اللي رايح لعائلته. أكو عائلة تنتظره، أكو رزق موديه إلهم، أكو أطفال ينتظروه، أكو أمان، أكو سكن. رعونة السياقة اجى سريع من اليمين، طبعا هو اساسا ما يجوز اجتياز من اليمين، زائدا ضربه وهذه السيارات خفيفه، هذه مو يعني ما بها ذيك المتانه. وبالتالي شوفوا لو لاحظتوا انه ترى السائق انشمر من الشباك وانشمر برا، يعني وقع خارج الشارع نزل جوه، ما اعرف يعني رحمه الله على روحه اذا توفى واذا نجا الله يعطيه العافيه. لكن هذه المهام كون اكو تثقيف لهذه القضيه، قضيه الحزام، وللكل يلبسه. مع الاسف البعض احيانا اصعد ويا سائق التاكسي مباشره من زمان البس الحزام، البعض يسالني يقول لي انت عايش خارج العراق هسه شو يقول لي ماكو داعي تلبسه لان بعده ما منصوب الكاميرات. قلت له طيب هيئ نفسك لحين ما تنصب الكاميرات، ليش لما تروحون خارج العراق تصيرون حبابين وكيوت وتلبسون الحزام والجقاره ما تنذب بالشارع، ايش معنى تسويها ببلدك؟ خلونا ننتقل الى موفد برنامج دفتر ملاحظات الزميل رافق العقابي، خلونا نروح الى باريس. اليوم قدرت اخوض سباق 100 متر في اولمبياد باريس، وقدرت اتاهل الى دور الثاني. في التصفيات الاولى حققت المركز الرابع بزمن قدره 10:51. السباق الثاني كان يعني كلش قوي مع اللي يعني وياي ابطال عالميين وابطال اولمبيين، وطبعا انا افتخر انه انا اتواجد ويا هيك يعني هيك محفل ومع هيك ابطال وهذا المستوى، انه انا كلش فخور بنفسي، وان شاء الله يا ربي يعني اسوي اللي علي وزياده وشيء يليق بالبلد. بالحقيقه تقريبا شهر ونص عديت هاي البطوله على 100 متر، طبعا هذا اعداد مو كافي لكن الحمد لله والشكر كان طموحي على اعلى يعني واحقق يعني زمن افضل من هذا بكثير، بس لكن الحمد لله والشكر. كابتن رسالتك للجماهير العراقيه؟ اتمنى من الجمهور العراقي انه يدعم الالعاب الفرديه. مع كل الاسف هواي يعني اشوف لاعبين مثلا يخرج من التصفيات الاولى او من التصفيات الثاني، العراق الجمهور العراقي يعني يستنقص من اللاعب ويسقطون باللاعب، هذا الشيء يدل على الثقافه. انه امريكا من يحصل وسام ما اعتقد هو نايم بالبيت وقبل جابوا وسام، ماكو شيء، هذا تخطيط صار له سنوات وصرف ودعم بنيه تحتيه، يلا حقق وسام. يعني ما معقول انا مثلا انا معسكر شهر كامل سوى يعني عسكرت 13 يوم ورجعت اللي بسبب الفيزا ما طلعت،
طبعا هذا الشيء مو كافي، يعني هل معقول مثلا انا انافس الابطال العالم الامريكيين؟ لا مستحيل، هم طول السنه معسكرات وعادين من اولمبيات مال طوكيو هاي الاولمبيات، يعني انا بشهر ونص او شهر عدن صعبه صعبه. كابتن سؤال اخير، اكيد التقى بيك الدكتور عقيل مفتدي، شنو اللي قال لك؟ بالحقيقة كان أول مرة ألتقي بدكتور عقيل مفتين، تحياتنا إليه. طبعاً كان كلامه كلش إيجابي، والصراحة يعني كان حافز إلي إنه يعني شلون أقول، يعني وعدنا إنه الرياضة راح تختلف، راح يكون تخطيط واسع، وراح تكون تخطيط على 28 أولمبية 28 لوس أنجلوس و 32. طبعاً هذا الشيء كلش كلش هذا كلش حلو، يا ربي إنه مثل ما يقول هو مثل ما قال الرجاء، قال أنا قد كلمتي وإن شاء الله يعني هو وعدنا مثل ما وعدنا، إنه مو بس الساحة الميدان، هو كان أكو تخطيط على اتحادات يمكن 7 قالوا أو 9، ممكن العراق يجيب وسام، مو صعب. شارك العداء طه حسين في سباق 100 متر في أولمبياد باريس 2024 وتأهل إلى دور، والدور الثاني ما قدر يتأهل للدور الثالث، والحمد لله كان مشاركته جيدة جدا ووقته كل الزين، والحمد لله حققنا هذا المستوى. السباق النهائي الثاني، سباق النهائي الثاني هو دخل إلى مع الأبطال العالم، وكان في مجموعته البطل الأمريكي بطل عالم والبطل الكندي، والمجموعة التليهم هم أبطال، والحمد لله والشكر قدرنا نحقق الوقت اللي هو اللي يريده، وبالجايات أفضل إن شاء الله. نتحدث عن المشاركة العراقية بالبداية بالبطولة. تشوفون حضراتكم مشاركة العراق صعد بالتصفيات منتخبنا الأولمبي كرة القدم، واللاعب الأثقال علي عمار، وتشارك 4 لاعب 3 لاعبين بالواي كارد، لاعب الجودو واللاعب السباحة واللاعب ألعاب القوة. إن شاء الله إحنا باقين على يوم 10 بالشهر على الربعنا الدولي البطل علي عمار، أملنا به إن شاء الله يحصل أحد المراكز المتقدمة إن شاء الله بالأولمبياد. كابتن دون، نتكلم عن دعم رئيس الوزراء للرياضة في تحقيق إنجاز، يعني يمكن لوس أنجلوس أو بريزبن، تمنى عنه دعم تواصل من رئيس الوزراء ودعم اللجنة الأولمبية ودعم وزارة الشباب، وأكو مشروع من مجلس الوزراء للإعداد الأبطال الأولمبيين 28 و32 في سيدني و28 في لوس أنجلوس، وإن شاء الله أول ما رجعنا من أولمبيا راح نبلش بالمشروع مجلس الوزراء، يشرف عليه مجلس الوزراء وراح يساعدنا الخبير الإسباني اللي عينه لجنة أولمبية لاختيار اللاعبين الموهوبين للأولمبياد القادمة إن شاء الله. تكلمني على المشاركة العراقية في البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم، شارك العراق بخمس فعاليات كرة قدم وجودو وألعاب قوى ورفع أثقال وسباحة. اللاعب منتخب الجودو صار عنده حالة منشطات واستبعدوا من البطولة. السباح ودع يوم أمس منافسات، اليوم أيضا ودع طه حسين منافسات ألعاب القوى. نتأمل من الرباع علي عمار وسر تحقيق وسام أولمبيا، وعلى الأقل نتيجة مميزة في منافسات رفع الأثقال راح تبدأ يوم 10/8 يعني السبت المقبل إن شاء الله. علي الحمد لله استعداده جيدة جدا وفي وتيرة متصاعدة، وإن شاء الله يحقق إنجاز مقبول يليق بالمستوى العراقي اللي هو عوض الجماهير على إنجاز كل بطولة، يفاجئهم بإنجاز جديد وأرقام جديدة، وإن شاء الله نحاول. علي يحاول وطموح ومصر أن يحط رقم عالمي لدون 20 سنة للشباب، وإن شاء الله تكون الأمور جيدة. ومن باريس إلى قضية أموال إعانات الرعاية الاجتماعية، يعني من زمان كلش من زمان بدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبحث في كشف المتجاوزين. على الأسف تفضلوا هسه هذا استرجاع 116 مليار من أصل 220 مليار ناتجة من تجاوز 200 ألف موظف من الدوائر الحكومية كان يستلم إعانات الرعاية الاجتماعية خلال السنوات الماضية. دخلونا نسولف في هذه القضية المهمة، شنو هذه من زمان جوي يسوون كشوفات جديدة، لأن عرفوا أكو تجاوز بالآلاف، بل وأكو مسؤولين كانوا يأخذون
من أموال الرعاية مع الأسف. أنا إيش كنت أتمنى؟ كنت أتمنى من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أول ما بدوا يقلبون بالأوراق ويكشفون، كان المفروض تنزل قوائم بالأسماء المتجاوزين على مود أولين الشعب يعرفهم، الأجهزة الأمنية تطلع أكثر وتباوع، لأن هواية من المتجاوزين أو أغلب المتجاوزين على أموال الرعاية الاجتماعية ترى هم ما تم محاسبتهم، سوى أنه تم شطب أسمائهم، وكفى الله المؤمنين شر القتال. وآلاف آلاف آلاف ما المفروض هذول نلزمهم بالقانون ونلزمهم بالقضاء ونقول لهم تعال عليك أن ترجع المبالغ زائدا العقوبة الانضباطية والعقوبة القضائية. طبعا من أمن العقاب أساء الأدب، وهذه إساءة الأدب أن نشوف لحد الآن أكو تجاوز على أموال الرعاية الاجتماعية مع الأسف. طيب تحياتي للسيد وزير الداخلية أستاذ عبد الأمير الشمري، إحنا على أعتاب الزيارة الأربعينية، وأحيانا ينزلون محددات على حركة الإعلاميين صحفيين وإلى آخره، هو أعلن وقال إحنا بالنسبة للصحافة ما عندنا أي تحديدات على حركتهم، لذلك ما يحتاجون تصاريح. بالنسبة للإخوان اللي موجودين في القنوات الإعلامية والصحفيين ما يحتاج أي تصريح، لأنه ماكو أي تحديدات. يعني كلام موجه إلى الإخوان قادة شرطة المحافظات السماح بشكل كامل بحركة الصحفيين والإعلاميين. يعني صراحة تعاون كبير فيما بين وزير الداخلية وما بيننا إحنا كإعلاميين وصحافة إلى آخره، والرجل يعتمد الباب المفتوح، وأيضا الجهات العاملة وياه. أنا بصراحة أحيي علاقات وإعلام وزارة الداخلية، وفالشغلة كلش حلوة، هم 24 ساعة ويانا أول بول، مو 24 ساعة نتحدث بها، لكن أوقات الدوام أول بول يتابعون ويانا، يعني ابتداء من كان وجود اللواء الدكتور سعد معن، ثم وصولا إلى اللواء خالد، ثم طبعا تحياتي إلى مدير الرصد السيد حسين البطاط وهو إلى آخره. وحلوة إحنا بالنسبة لنا مرتاحين جدا من علاقات وإعلام وزارة الداخلية. هذا اللي سمح بالوقت. تقبلوا أحلى تحياتي، أنا فائق قاسم العقابي وبرنامج دفتر ملاحظات. تحياتي إلى كل فريق عمل البرنامج، الأستاذ إدريس عبد الحسن السعدي كان في الإخراج. عندي كلمة أخيرة بالبداية، من حكينا على تقطيع الأراضي، ترى هذه قضية مهمة جدا، وتوقعوا كل قطعة أرض متروكة راح تقطع، وبالتالي